سلطات المراقبة ومدى والمحيط بتاعها. وبعد الثورة كذلك فما جانب كان قبل المنسي هو القبول الاجتماعي لمثل هذه العمليات ومواقع سواء مراكز التحويل أو المصابات ومدى تأثيرها السلبي أو الإيجابي على المحيط التاني. هذا الوقت في الوقت الحاضر التفكير في مرحلة توا لتثمين الحماية وتثمين النفايات وتثمين النفايات. فما كثير من الخطط الفنية والحلول الفنية لتثمين النفايات. فما حاجة ثانية زادة في تثمين النفايات هذه، فما تثمين النفايات هو من بين الأهداف نتاعها هو تخفيف أن نردم أقل من يمكن من النفايات على مستوى المصابات. فما تجارب وفما تجربة في باجة في الوقت الحاضر تستكمل في خلال فما رابور تقييم يكون في جوان يكون حاضر على أن يسموها بالفرنسية بي أم بي عند بريتاتمو الميكانيو بيولوجيك، واللي أعطت كذلك النتائج الأولية على مستوى التجربة أعطت نتائج كمان جد حسنة على مستوى النفايات المتبقية اللي ردمها تبقى براتيكمو من النفايات الكل الكمية تبقى 30% تتدمم فيها شرائح وغير ذلك، وكذلك قللنا من ذلك من مياه الرش الناتجة عن ردم الفضلات. هذا يعتبر نتيجة إيجابية لإطار الحلول الفنية، لكن ثم حلول أخرى زادة للتثمين على مستوى الغاز الاستراء، هذه كلها تدرس. الاستراتيجية المستقبلية للوكالة الوطنية لتصرف النفايات هو يدخل في هذا الإطار. فما كثير من الأشياء لابد العمل عليها. هنالك كثير من التكنولوجيات والتقنيات موجودة في العالم. مش إنسان ما يسكرش الباب. دونك لازم يفتح فتحها.